جمعتكم مباركة وإلى التفاصيل. لليوم الرابع على التوالي تشهد جبهات نهم ومارب معارك عنيفة ومتواصلة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية وسط تقدم للقوات الحكومية وانهيار في صفوف الميليشيا الحوثية. وتمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الماضية من تدمير منظومة صاروخية لميليشيا الحوثي في محافظة مارب. تدمير المنظومة الصاروخية للحوثيين كانت في مديرية مجزر، وكانت قد أكملت الميليشيا تركيبها لغصف مواقع الجيش والأحياء السكنية في مارب. وكانت قبائل مراد إحدى أكبر قبائل محافظة مارب دعت أبناء مارب بشكل خاص وأبناء اليمن بشكل عام إلى النفير العام ورفض الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي وكسر شوكتها واستعادة الدولة اليمنية. جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الشيخ غالب الأجدع شيخ قبيلة آل جناح والشيخ طالب أحمد الضفري شيخ قبيلة آل غانم. وأكد الشيخان على أهمية المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي يحتم فيها الاستجابة العاجلة لداعي الوطن والالتحاق برجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال دفاعا عن الأرض والعرض وحماية الجمهورية والمكتسبات الوطنية ووفاء لدماء الشهداء الأبرار من أبناء القبيلتين ومن أبناء اليمن عموما الذين واجهوا الميليشيا منذ اللحظات الأولى لحربها ضد اليمنيين.